اللاعب كان يعني على ذمة نادي مودرن سبورت أو مودرن فيوتشر سابقا، وكان يعني تلقى العرض اللي كان عرض الاحترافي في الإمارات، نادي الوحدة الإماراتي، في يعني قبل 3 سنوات، واللي كان من خلاله تم الموافقة عليه. ولكن يعني في هذه الأثناء كان فوجئ بأن هو يعني لازال على قوة التجنيد، أو أن هو مازال مطلوبا في التجنيد. نادي مودرن سبورت او المسؤولين في النادي في ذلك الوقت اكدوا له ان هو هيطلعوا له تصريح السفر دون اي مشكله، وان هم خدوا تصريح موافقه بقرار وزاري، قرار من وزاره الشباب والرياضه، على موافقته بالمخالفه للقانون. يعني القانون لا يتيح للاعب على ذمه التجنيد ان هو يسافر بقرار وزاري، لازم اذن من التجنيد، وده اللي عرضه لازمه شديده على اثرها. يعني واجه عقوبه لدى عودته من الامارات، وكان عايش في فتره ضغوط كبيره بشان الموقف. خليني اقف هنا مع حضرتك يا استاذ امير، هو اي لاعب مطلوب للتجنيد في وقت احمد رفعت ماذا يتم معه؟ هل ما تم مع احمد رفعت بخلاف او مختلف عن ما تم من زمايله اللي تحت سن التجنيد او المطلوب تجنيده؟ هل في حاجه، انا ما بتكلمش طبعا على التجنيد، انا بتكلم على الناحيه الرياضيه، هل بيتم او في بروتوكول معين ما بين الانديه وما بين اداره التجنيد بيتم هذا لم يتم مع احمد رفعت من نادي؟ طيب خلينا نفرق ما بين حاجتين، ما بين فكره التصريح السفر ده الزامي لكل من هو على قوه التجنيد او ما زال مطلوبا بالتجنيد، ده الزامي للجميع. عشان كده انا برجع للمخالفه او بقول الاجراءات اللي تمت من مسؤول نادي مودرن سبورت في البدايه ما كانتش صحيحه، عشان كده ورطت اللاعب في هذه الازمه. صحيح. اما فيما يخص في بروتوكول التعاون ما بين التجنيد او الجهات القوات المسلحه، طبعا وانا كل الاحترام والتقدير مع في المقابل مع الانديه، في طبعا ما يسمى بجهاز الرياضه العسكري، ده يمكن بيتيح من خلاله الاستعانه بجهود اللاعبين اللي ما زالوا على قوه التجنيد، بدلا من ان يمضي فترته في منطقه التجنيد او يعني ايا كان التوزيع اللي هيتم له، ممكن بشكل او باخر بيبقى موجود على الفرق الرياضيه باعتباره رياضي، يتم الاستفاده من جهوده كرياضي في فرق الرياضيه بالانديه. تمام. ده اللي تم، ولكن كان يعني الاجراءات الخطا اللي حصلت دي هي اللي ادت للازمه دي في النهايه.